يقول كان يقدر عليك انا كل بلي ني با ني با ديسيبلين ماكش حنا سبو ما تشرا تزوجوا بنتك ولا راه تعطيو ديسيبلين. سبحان الله مغير الاحوال. ما بين تصريحات عبد الحق بن شيخه قبل هذا التصريح لموقع الفاف حول بالليلي وحول ما حدث وحول الضجه وصافي بليزير خويا عبد الحق بن شيخه. انا والله ما نحب لغه النفاق والعناق. انت مدرب محترم تقول بلي انه بالليلي ما راحش يزوج له بنته باش يقول عليه غير منضبط، هذا تصريح حساس من مدرب اللي يحترمه العام والخاص. هذا الشيء هذا المدرب كان فعله فريق اتحاد العاصمه والذهب تاعو، وقعت على جالو فتنه كبيره بين الانصار. عبد الحق بن شيخه كان له تصريحات مثيره تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي على اساس ان بالليلي لاعب يسجل الاهداف وبيتكوفيتش ما غاديش تسهره، يعني ما غاديش تناسبه باش تهضر على اخلاقه او سلوكياته. إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي للجميع، مرحبا بكم فيديو جديد. كما سمعتوا معنا في المقدمة ديالو انتقادات كبيرة للمدرب عبد الحق بن شيخة في التصريح ديالو الأخير على المدرب المنتخب الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش بعدما أعلن على القائمة النهائية ولم يستدعي يوسف بليلي لاعب مولودية الجزائر. عبد الحق بن شيخة كان تكلم في الموضوع لكن الإعلام الجزائري أو بعض المنابر الإعلامية تستغل هفوة بسيطة من عبد الحق بن شيخة باش أنهم يزيدوا يشوهوا الصورة ديالو في الجزائر. الجزائر اليوم كما سمعتوا معنا في المقدمه ديال الفيديو غادي نسمعوا ايضا في هذا المقطع، قال لك سيدي هو اللي كان سبب باش دار الفتنه في اتحاد العاصمه وبغى يدير واحد الفتنه كبيره في اتحاد العاصمه وجراو عليه. علاش؟ لانه هو توج بثنائيه كاس السوبر وكاس الكونفدراليه اللي ما عمر مولوديه اتحاد العاصمه كان يحلم انه يتوج بالالقاب. النهار اللي مشى عبد الحق بن شيخه من اتحاد العاصمه وجابوا غاريدو الفريق دخل في مشاكل كبيره، وكذلك ايضا بسبب المسؤولين والعسكر ديال الجزائر رفض ان يلعب نصف نهائي كاس الكونفدرالية، واليوم المعاناة مستمرة على مستوى الدوري والخسارات ديالو المتتالية في الدوري الجزائري. ها هو اليوم يعني ما قدرش يضمن الوجود ديالو في المسابقات الإفريقية الموسم القادم، وما حدث أمس البارحة في شغب كبير في مباراة قسنطينة واتحاد العاصمة الذي تعادل بصعوبة أمام شباب قسنطينة. اليوم الإعلام الجزائري ينتقد الكلام ديال عبد الحق بن شيخة. عبد الحق بن شيخة تكلم بكل موضوعية، الجمهور الجزائري كامل كيشوف بأن بليلي أكيد مشاغب، بليلي أكيد يعني ما عندوش انضباط، ولكن اللاعب يقدر يعطيك مع المنتخب الجزائري وساهم على المنتخب الجزائري بكأس أمم إفريقيا وكذلك توج بكأس العرب. لكن الإعلام الجزائري دائما يبحث على الفتنة. جاب قالك علاش في الأول يتكلم على بلالي ويدافع على بلالي وفي الأخير كيعاون وكيدافع على المنتخب الجزائري. إخوان